بيكم من الفاصل هفكركم عملنا ايه. احنا طبعا معانا محمود الاول وافكركم محمود حط بقى كل الحاجات على بعض للفته وفنن طبعا في الفاصل وفنن وعمل حاجه فظيعه جدا. واحنا خلصنا الكب كيك وحطينا على الكب كيك حطينا عليه حبه بركه حبه البركه من امتنان وهدخلها دلوقتي الفرن على 180 درجه لغايه ما تاخد تندق بس زي الشكل اللي قدامنا ده. نجرب بخله الاسنان. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي بقى وصفه حلوه جدا بكيري وهي التورته الحادقه. التورته الحادقه دي برده من الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها في مناسبات كتير. انت عارفها صح التورته الحادقه؟ انت قلت لي حتى في الفرن بنعمل. انا بعمل عندي في البيت تورته التونه حلوه قوي برده. تبقى تونه وتوست وبرده مايونيز. بالظبط. انا هقول مقادير دلوقتي. احنا معانا طبعا كيري سبريد. معانا كيري سبريد اللي هو بيدهن بقى على طول. انا امبارح لما كنت بقول لكم سندوتشات وبكيري ونحط عليه ونعمل طبعا ايه بسندوتشات بيبقى اسهل لما بيكون كيري سبريد. والمربعات بتبقى حلوه قوي بقى في التورت. لكن برضو كل واحد زي ما يحب. احنا هنا هنستخدم المره دي كيري سبريد. هنحط معاها مايونيز لايت بودره ثوم. هيبقى معانا مستردة وهيبقى معانا شبت. هيبقى معانا بقى تشكيله كبيره. انتوا عايزين بقى تعملوها حاجات سي فود، عايزين تعملوها حاجات مدخن كده زي ما احنا عاملين دي، زي ما تحبوا. انا هديك بقى حاجه تعملها تاني. ايه بودره الثوم دي الاول؟ حاجه اكيد انا ما اعرفهاش. بودره الثوم ده يعتبر ثوم بس متجفف وعاملينه بودره. بس انت بقى احنا هنتكلم كده في الفصل في حاجات كتير في الدايت. يعني في مثلا حاجه عندك انت قلتي الزبادي بالليل. طب الزبادي بيكون عايز حاجه تحليه، ممكن اقطع عليه مزايم مثلا، اقطع عليه خوخ. لا ما دي في العشر نصايح دي انت بتسال صح. انت بتسالني اذا كان ممكن تعمل كده. مش كويسه لسبب، عشان الفاكهه بالليل انا يعني من الحاجات المهمه ان احنا ما نحطش فاكهه بالليل او ناكلش فاكهه بالليل بعد المغرب. بتقلل الحرق شويه يعني. مش بفضل. انت طبعا ما عملتش الفتره اللي فاتت كده بس نفسك تعمل كده. نفسي اعمل كده بصراحه. بس طب في حاجه من الميه، يعني ممكن الواحد يشرب ولو كميه بسيطه جدا مع الاكل؟ مع الاكل في الصيام مثلا؟ مع الاكل لا، انا مش بنصح مع الاكل علشان الواحد لما بيجي ياكل بيبقى فيه عصاره هضميه، والعصاره الهضميه دي بنخففها لما بنشرب. فما بتهضمش، الواحد ما بيهضمش بكفاءه لما بنخففها. طب الميه تبقى امتى يعني؟ الميه تبقى بعد الاكل بنص ساعه. نص ساعه كفايه؟ نص ساعه ده كويس قوي. او قبل؟ مش ممكن تبقى قبل؟ او قبل، لان الميه بتنزل على طول لو احنا ما كلناش معاها حاجه بتنزل على طول. احنا نبتدي نقلب بقى علشان ننجز. طب وفي الصيام برضو الواحد بيبقى طول الصيام يوم عطشان، يعني اول ما بيجي الفطار. طب انت عارفه معظم الناس بتفطر على التمر. ممكن مع التمر ده الميه ولا برضو يعتبر اكل وهيقلل من العصاره؟ معانا تليفون دينا. ايوه اهلا يا دينا. ازيك عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال على الكريم تشيز فروستنج. ايوه. بس انا على طول بعمله بيطلع معايا طري قوي قوي، بيبقى صوص مش بيبقى ناس. الكريم تشيز فروستنج بيبقى معاكي طري. انت بتعمليه ايه المقادير بالظبط؟ بحط زبده وبعدين بحط جبنه. كريم تشيز جبنه وبعدين بحط سكر باودر. طيب انت الزبده بتبقى معاكي طريه؟ طيب جربتي تحطي مكعبات كيري؟ مكعبات كيري مبدئيا بتمسك كويس جدا معاكي. الزبده لازم تكون مكعبات الكيري وساعات اللبنه كيري. في الحاله دي لا، حطي مكعبات كيري. ماشي. مربعات. المقادير بالظبط تبقى قد ايه يعني؟ مش عايزاها بالجرام، عايزاها بال يعني. بصي مش مشكله المقادير، انت بتقدري تحطي من الزبده الطريه ومربعات كيري زي ما تحبي. اللي بيمسك معاكي بقى هو السكر، سكر البودره. يعني احنا في مقادير كريمه الزبده بنحط لو حطينا ربع كيلو زبده بنحط معاهم نص كيلو سكر بودره. شايفه كم كبير؟ فانت بتقدري بقى، انت ممكن تعملي كده، تعملي ربع كيلو زبده طريه عليهم نص كيلو سكر بودره منخول تضربيهم مع بعض وبعدين تحطي بقى الكيري واحده واحده، هيبقى معاكي حلو جدا. بصوا بقى انا عملت ايه، غلفت ده بس بالكيس وبحط من هنا بقى، نحط بقى نشكل بقى اللي احنا عايزينه زي ما نحب. وبعدين هنحط
نبتدي نحط راق من من الخلطه اللي احنا عملناها بكيري سبريد، راق منه وعليه راق من الايه التوست الاسمر، وبعدين هنبتدي نشكل بقى ومن بره نزوق. هنروح لفاصل ونرجع نكمل القصه دي مع بعض. اهلا بيكم معايا من الفاصل. طبعا احنا معانا محمود خس 15 كيلو ولسه هنتكلم شويه، بس سريعا اقول لكم عملنا ايه قبل ما نروح الفاصل. كل انا عملته كيس النايلون اللي حطيته، حطينا فيه سواء بقى اللي انتوا عايزينه لانشون رومي اي حاجه من تحت، وبعد كده رصينا بقى خلطه الجبنه الكيري اللي احنا عملناها، وبعدين حطينا عليه التوست قعدنا نرصه من جوه، وعليه تاني خلطه كيري، وبعدين تاني توست، وبعدين ايه رحنا قلبينها. انتوا طبعا تقدروا تحطوا جوه اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن تحطوا من جوه حاجات كتير، بس وبعدين نقلبه عشان الكيس. انا كنت عايز اعرف ايه انواع الجبن اللي تبقى مناسبه للدايت، يعني سؤال حلو جدا جدا. ايه انواع الجبن اللي بتبقى مناسبه للدايت؟ تتاكل امتى كمان؟ مبدئيا اللي هي دسمها قليل، تاني حاجه اللي هي قليله الملح. طب انا سمعت ان الجبنه القريش كان ده مظبوط ولا؟ جبنه القريش ايه بقى؟ كويسه للدايت؟ هي المفروض كويسه للدايت على اساس انها دسمها قليل وبتشبع جدا، فهي تعتبر كويسه الصبح بقى ولا؟ بس الناس عاده مش بيحبوها قوي، يعني بتبقى ممله في الاكل جدا. ما هو دلوقتي بقى يحطوا عليها حبه البركه وحاجات كده. حركات. طب والمخللات يعني مثلا المخلل الترشي الزيتون بيحوش ميه كتير قوي في الجسم بسبب الملح، يعني ما يتاكلش خالص؟ لا ممكن الواحد ياكله، بس يعني الواحد يبقى عارف لو اكل مخلل من هنا هيزيد على الميزان لا يقل عن 2 3 كيلو، لان الجسم بيحوش كم من الميه فظيع بسبب الملح الكتير. طب يعني التحويش الميه ده مش ممكن نشرب ميه اكتر فتنزل ميه ويفضل الميه متحوشه تنزل على مراحل؟ هي تفضل متحوشه شويه وبعدين لما الواحد يشرب تنزل تاني مع الوقت. طب كويس. بس هو هي مش هتبوظ دايت، بس هي الفكره ان هي بترفع بقى الضغط والملح الكتير مش كويس. عموما يعني بس انت عملت رياضه بقى مع العشر نصايح؟ طبعا، وجبت اجهزه عندي في البيت بتمرن عليها عشان برده انا شغلي في قاعده كتير. 15 كيلو في شهرين ونص ده حلو جدا، ده مقياس. انا فاكره في القعده دي انت قلت لي ايه ده خسيتي 25 كيلو في 6 شهور. انت خسيت كام؟ 15 كيلو في شهرين ونص، فانت يعني لو كنت كملت 6 شهور هتبقى هتعديني بقى كتير. ست شهور هختفي مش هبقى موجود. ايوه. لا لا انت كده هي ده كده جزء من النصايح، ما كملناش بقى لحسن. هو كده كويس، انا بدات اشد عشان برضو يعني منطقه البطن برضو لو الكاميرا جت شويه انا خسيت كويس. منطقه البطن لازم احاول ان انا ايه يعني، هي لسه فيها شويه ايه يعني الجلد بقى ايه طري شويه. حسيت بقى مع الرياضه انه بيفرق؟ انا دلوقتي استيل في مرحله الرياضه، لكن هو بيفرق طبعا، لكن انا مع الرياضه بشرب ميه كتير قوي بزياده. طب وعصاير؟ لا عصاير لا، عصاير لا ده تقلل. لا عصاير الفريش ممكن الصبح بالذات قبل الرياضه حلو جدا. احنا للاسف لازم نختم. انا بخصوص السؤال اللي اتسالته، الحاجات اللي هي موفره في الدايت هي البقوليات، يعني ممكن تخشي في اتجاه البقوليات المشروم، الحاجات اللي ايه بروتين النباتي ارخص عن اللحوم، بس حاولي تخلي برضو اللحوم البيضة والأسماك. احنا لازم نختم. انا بشكرك جدا. سريعا هقول احنا عملنا ايه. احنا عملنا الفتة اللايت اللي ينفع جدا ناكلها في الدايت مفيش مشكلة، بس الكميات اللي بتحكم. عملنا كب كيك بحبة البركة من امتنان، وعملنا كمان اللي هو التورتة الحدقة اللي هي عملناها بطريقة سهلة وسريعة جدا بكيري. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ لا ميرسي. بشكرك جدا. بشكرك جدا. ميرسي قوي. باي باي.